تمام، احنا كده رجعنا تاني لايف. خلينا نبدا نتكلم على الفوتوغرافي جير بشكل عام، وهنتكلم على ايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها في الويدنج بشكل خاص. كنت لسه بتكلم، كنا عاملين روم من قيمه 3 ايام كده يوم الخميس على كلاب هاوس، لو حد فيكم يعني بيخش يسمع يعني. عملنا روم كده كنا بنتكلم على انواع التصوير وفكره الميرورلس، وايه اللي حصل لدي اس ال ار اتحولت لميرورلس، وايه الكونسبتس اللي بتتغير في مجال الفوتوغرافي يعني. وكنا بنتكلم بالذات على الويدنج فوتوغرافي كنوع من انواع التصوير، وقلنا ان هو تقريبا يعني انا من وجهه نظري على فكره شايف ان هو اصعب نوع تصوير ممكن بقى بعد الصحفي مثلا، او بعد برضه الصحفيين، في منهم صحفيين مدلعين يعني، بس هو كنوع من الانواع اللي محتاجه مخك يقعد يكالكوليت حاجات كتيره في نفس الوقت، ولازم يبقى عندك مهارات كتيره جدا، هو الويدنج فوتوجرافي. فبالتالي لو الناس لسه بادئه في مجال الويدنج فوتوجرافي ما تحسش انها عندها مشاكل، لان يعني هو الموضوع فعلا مش صغير يعني. يعني لو انت بتشتغل مثلا في الفود، فانت في الاخر دنيتك يعني تكاد تكون الى حد كبير محكومه، ترابيزه عليها طبق يعني ايه اللي هيحصل اكتر من كده؟ ان الطبق يبقى اوسع، او الطبق يبقى اضيق، او يبقى اطول، يعني حياتنا كلها بتدور في حوالين ترابيزه يعني. فده نوع من انواع التصوير، والمهاره فيه مطلوبه، والفن فيه مطلوب، والايكويبمنت فيه جميله وكل حاجه، ولكن حضرتك بتتكلم في نوع تصوير بيبدا تقريبا مع شاشة الصبح يعني. في عرايس النهارده بقى يطلبوا حاجات غريبه الساعه 9 الصبح و8 الصبح و9 الصبح مصورين عندنا في الستوريز. صباح الخير يا جماعه، الساعه 7:30 واحنا عندنا النهارده فرح في جي دبليو ماريو. 7:30 الصبح ده ايه اللي بيحصل؟ فهو تقريبا الموضوع بدا يوسع منهم، احنا عايزينهم في النور يعني، دايما المصورين بيطلبوا العرايس في النور، فالموضوع وصل لغايه النور قوي يعني، وصل لغايه الساعه 7 الصبح. وانا اذكر زمان مثلا في سنه 2017 رحت صورت عروسه الساعه 9 الصبح، بس هي صورتها 9 الصبح تقريبا كان عندها طياره حاجه كده يعني، كان الموضوع ايرجنت وكنا كلنا صاحيين معمصين والدنيا اللي هو فاهم اللي هو دي العروسه فين، اليمين ولا الشمال، بوس ما تبوسهاش خلاص لا يعني الموضوع كان يكاد يكون مضحك في ساعتها. بس دلوقتي كله صباح الخير يا جماعه، الساعه دلوقتي 7 واحنا نازلين نصور. فالراجل ده مطلوب منه انه يقفل البارتي، هو نفس الشخص ده مطلوب منه ان هو مش هيمشي، هو اخر واحد بيمشي، لانك ازاي هتمشي قبل ما يسهر الليالي؟ يعني ماذا بينه وبين الله حتى يشتغل كل الساعات دي، ومطلوب منه تركيز بشكل كبير جدا، مش بس كوقت تصوير، لان في انواع كتيره جدا من التصوير زي التصوير السينمائي وتصوير الادفيرتايزنج والكلام ده بيبقى في وقت طويل جدا، ولكن المتغيرات بشكل كبير خلال اليوم تخلي مخك يعمل كده. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتصور دلوقتي، بصوا ركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. حضرتك دلوقتي بتخش الروم مثلا، سي هنبدا بالروم والميك اب والتجهيزات والبريبريشن، وتبقى العروسه عايزه مش عايزه اي حاجه تضيع منها. فلو بدانا بالروم، فاحنا بنتكلم على يعني دوكيومنتيشن، بنتكلم على تصوير صحفي، تصوير توثيقي، فاهمين اللي هو الجو ان انت بتطلع صور صحفيه يعني، اللقطه عارفين الضحكه اللي مش عارف ايه، التكوين بتقف في زوايا معينه، بترمي اضاءات من اماكن معينه وهكذا. بيعمل زنه اهو، حلو كده تمام، شكرا يا فندم. اخليه العكس، ما هو هيعمل زنا هنا برضه. حاضر، لا ان شاء الله لو في زنا كده قولي لي، دي اسمها زنا شمال ودي زنا يمين، اوكي. فنرجع تاني، فحضرتك دلوقتي متقمص دور ايه؟ متقمص دور المصور الصحفي. حدث بيحصل فجاه، ام العروسه تخش تزغرط تعيط يحضنوا بقى يعني، انت محتاج ريدي دايما، انت واقف ودنيتك ايه، مش مطلوب منك قوي انك تبقى فنان على قد المومنت في الوقت ده تمام. وبعدين العروسه بتخش تلبس، فحضرتك بتعمل ايه؟ بتقلب قدره قادر مصور ماكرو. ليه بقى؟ في خواتم وحلقان وجزم وبرفانات وساعات، وصح ساعات عند العريس، فحضرتك محتاج ان انت تاخد شطات للحاجات دي بشكل ماكرو بقى. هنقلب بقى ماكرو، طلع عدسه الماكرو ركبها. فالمصور الصحفي اللي كان موجود من شويه والمومنتس والكلام ده، هو محتاج ان هو النهارده يبقى بيركز على التفاصيل والتكوينات الصغيره على ترابيزه صغيره، ودلوقتي بقى مش عارف يدلقوا ميه، يحطوا جليتر فين، يدور على باك جراوندز معينه، يرفع السيم بتاعه لو وراه مثلا مصر من فوق اوتيل ولا مش عارف ايه، بقى رافعه فوق شويه، ياخد ريفليكشنز، ياخد ظل ونور. ده مصور ايه؟ ماكرو. ها
هتخرج العروسه تاني هيقلب تاني مصور دوكيومنتري عشان في حاجه اسمها الفيرست لوك. الفيرست لوك دي حضرتك محتاج ان انت تاخد احسن لقطه موجوده من كل الزوايا. ولو دايما دلوقتي المصورين بقوا بينزلوا بتيمز ومعاهم تيمز وهكذا بيبقى موقف في الفيرست لوك دي 15 واحد مثلا المصورين اللي هم التقال. هتسمعوا بقى انتوا هتسمعوا حاجات كده يعني ايه يعني انا منكم انا زيكم اوكي عادي بصور وبتعب في التصوير وعادي انتوا عارفين الدنيا. هتسمع حاجات بقى تيمز بقى وناس وفيرست شوتر وسكند شوتر وسكند سكند شوتر وميموري كارد شوتر وكل واحد بيبقى ايه مختص بحاجه معينه. وانا كمان بتكلم على انديفيديوال او حد لوحده هو محتاج ان هو يمشي حاله في كل الكلام ده. خلاص عملنا الجزء الخاص بالفيرست لوك. انا ما بتكلمش على اكويبمنت انا بكلمكم على السيكونس بتاع اليوم. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي سيشن حكي لمصور بورتريه كده لطيف بتتكلم في حد ارتست بيطلع بورتريهات بشكل عظيم في كومبوزيشن رائع في اختيار الباك جراوندز اختيار الفور جراوندز اختيار البوزز. ده نفس الشخص اللي كان بيعمل ايه من شويه دوكيومنتري وكان في ماكرو مرمي على الارض شفناه احنا صح. فاحنا دلوقتي هو الراجل ده محتاج يبقى ايه يصور الجزء ده بالشكل ده وبعد كده بعد ما بيصوروا السيشن هما الاثنين بمومنتس بباك جراوندز بكومبوزيشن بالكلام ده بيبدا بقى ايه شويه صحاب بقى وبرايد ميدز وفاميلي شوتس ومش عارف ايه لو في معنا وقت يعني. ما هي دي صح من 7 الصبح فاحنا اكيد الفرح الساعه 7 بالليل احنا الساعه 4 فاحنا محتاجين نصور العيله. فانت بتبدا تخش في حته بقى الجروبس والفاميلي شوتس وده على فكره نوع من انواع التصوير يعني فكره ان المصور بيصور صور عائليه وصور فيها ناس كتير وازاي يركز مع كل الناس دي ده بيبدا ان هو يبقى مرحله من مراحل اليوم. خلاص هتاخد بريك شويه وهتبداوا ان انتوا تروحوا للقاعه وتبدا الايه الشقلبزات بقى تبدا الشقلبزات. انا حاجه مصور ايفنتات بقى هنا ما انت خلاص ما فيش فن بقى انت عايز ايه انت عايز لايت كويس وتهرب من بتاع الفيديو اوكي وعايز مومنت كويسه تهرب من بتاع الليزر وفي بتاع الليزر وبتاع دخان وفاهم وعيال صغيره بتجري. بصي يعني ده بني ادم والله يعني ربنا يكون في عون مصور الفوتوغرافي والفيديو. على فكره انا بحس ان بتاع الفيديو بيعاني اكتر مننا لان هو كل حاجه عنده متصوره يعني احنا في الاخر هنتعب شويه انه عاملين تك كده احنا واخدين وهي بتضحك له طبعا هم ضاربين بعض من نيمت شويه ومش عارف ايه بس في الاخر مصور الفيديو. انا كنت لسه في فرح نيمت فرح واحد صاحبي من نيمت اسبوعين ثلاثه كده من شهر تقريبا فعلا مصور الفيديو بيتعب اكتر واحد. ليه بقى؟ هو كل اللي بيحصل وبالذات بتوع الفوتوغرافي بيطلع عنده في الكادر فهو يعني كان بيتخانق معانا فين مصطفى هو كان بيتخانق معانا هو خلاص الراجل وصل ان هو بيصور كده وعامل كده الموضوع فعلا وصل لدرجه وانا عارف وانا بعذره لان هو احنا 8 ولا 7 احنا 7 والفرح كله 12 واحد مثلا فاحنا في فوتوغرافرز وفي عريس وعروسه فالموضوع برضه انا ببص في الشاشات بقى فطبعا الموضوع بالنسبه له صعب. احنا يمكن احسن حالا شويه لان احنا بن ايه بنعرف ناخد زوايا نخطف مش عارف ايه لان انت بتاخد في الاول والاخر مومنت. الشخص ده بيخلص الجزء ده ممكن يخش بقى على جزء بوفيه بقى ويصور تاني العريس والعروسه بشكل اخر ولكن التغيرات اللي بتحصل واللي محتاجه منه طول اليوم ان هو يفضل في طاقته اوكي ويفضل في روقانه ومزاجه وابداعه وفنه فنقدر نقول شابوه للي بيكمل. وممكن على فكره حضرتك ربنا يكرمك يعني وتشتغل يعني وترجع بالليل انت عندك صبح فرح ويجي لك ارق مثلا اوفر ثينكينج بالليل فانت عندك مصيبه الصبح هتحصل. محتاج حضرتك ان حضرتك تبقى دايما مستوعب دايما ولما نيجي نتكلم على حته الاستيعاب كمان شويه هقول لكم على حته ان احنا لما بنيجي نتكلم على التصوير عموما هو في جزئين انا دايما بقول في جزئين جزء فني وجزء فني. دي حته كده فاهمه اللي هو ايه المتنبي قوي ركزي معايا كده والله اسمعيها كده تاني جزء فني وجزء فني. حد فاهم جزء رايق رايق يعني انت بترجمي بالانجلش جزء تكنيكال جزء رايق رايق يا فني في الفني جايه من الفن اللي هو الارت صح والفني جايه من الجزء الفنيه اللي هي التكنيكال ان انت تبقى تكنيكال ما هو اسمه فني سيارات اكيد ده مش رسام وده اسمه فنان فالعمليه هي فن في الاخر ولكن دي ليها جزء تكنيكال فجزء فني ودي ليها جزء فني ارتستيك فاحنا عندنا الجزء التكنيكال والجزء الارتستيك الاثنين دول الحتتين دول. وانا يمكن لو حد حضر فيكم معايا قبل كده محاضرات كنا قعدنا نتكلم على البالانس هاو تو بالانس وامتى ابقى فني وامتى ابقى فني يعني امتى ابقى تكنيكال وامتى ابقى ارتستيك
بطلع حاجات ارتست. اوكي انا راجل ارتست بطلع صور بشكل مختلف. فعمليه ان مخك يبقى جواه الحاجتين دول بشكل كبير هي عمليه نقول شابو لاي حد بينتج صور. والله مش عايزه يعني اكبر الموضوع. شابو لاي حد بينتج صور الرايت اكسبوجر في اضاءات مختلفه اضاءات صعبه. ده شابو للراجل ده. شابو اكتر للراجل اللي بيعمل الكلام ده ويطلع رايت اكسبوجر. رايت اكسبوجر اضاءه مظبوطه في ظروف صعبه بكومبوزيشن حلو. شابو بقى للراجل اللي بيطلع كومبوزيشن حلو ببوزنج حلو باضاءه مظبوطه. شابو بقى اللي بعد ما يخلص الكلام ده وهم دول البروفيشنال. هو بقى اللي يعمل بعد الكلام ده كله ارت. يعني انت تاخد بوز وبتاخد مومنت وبتاخد وانت التكنيكال الجزء التكنيكال عامل الاكسبوجر بتاعك مظبوط تستخدم فلاشات تبدا تبدع بقى بتفن بقى. هو خلاص وصل لحاجات ان هو يوقف الاجزاء دي في دماغه بشكل مختلف. وموضوع الكاميرا وهل الكاميرا صعبه ولا مين فيكم بيستك كده هو في اي ايفنت في موضوع الكاميرا؟ يعني نرفع ايدنا كده. يعني بيحس دايما ان هو ايه مخه بيفوت كده. انت بس في حد تاني كله تمام؟ يعني كله جامد. اتنزل كاميرات ولا ايه؟ نزل طقم كاميرات يعني. اظن يعني انتوا يعني لو نزلت لكم كاميرات دلوقتي مش هتعرفوا تصوروا قوي. يعني مش هتبقى التغيرات اللي بتحصل مخك ساعات بيفوت. اللي هقول لكم ليه ايه في غرور جامد. يعني يا عم ده انا هقول كده يعني انا مخي بيفوت يعني. فهقول لكم حاجه بسيطه عشان بس تبقوا انتم متخيلين احنا وحاجه اسمها لا وعي. تعرف حاجه على الموضوع ده؟ اكيد فيكم دكاتره مهندسين اي حد عدى على الحاجات دي. ايوه بالظبط هي بترجم لنا هنا زي الفل الرايق. ايه فكره الوعي واللاواعي؟ مخك ده جواه جزئين. جزء واعي يعني جزء بيعي كل حاجه ويدرك كل حاجه. جزء لا واعي لا يعي ولا يدرك كل حاجه. يعني اي حاجه بيعمل حاجه بس بيعملها بدون وعي. اوكي ببساطه لو حد فيكم بيسوق بتسوقوا؟ يعني في ناس بتسوق تشتفعوا ديكم ابدا؟ انا همشي ولا بيسوقوا ولا بيعرفوا يصوروا ولا. الدنيا رهيبه جدا. عمليه السواقه هي بتبدا من هنا عشان تروح هنا. يعني انا عاده يعني لو حد فيكم تابعني بطلع لايفز وبقعد اسجل فيديوهات وانا سايق وبتاع. انا بسايق وبعمل حاجه كتير جدا وطبعا ده مش صح يعني بس يعني بعمل حاجه كتير جدا وممكن ابقى بتصفح الفيسبوك من طريق بقى فاضي فبركز في المرايات ومش عارف ايه. ليه بقى؟ الاحداث كتيره اللي بتحصل دي هي بتحصل اتنقلت لعقل اللاواعي فما بقيناش نفكر فيها. يعني زي ما حدش فيكم بيقوم الصبح يفكر كده هو مكان المطبخ فين او مكان التلاجه اتغير النهارده ولا لا او باب التلاجه بيفتح يمين ولا شمال. حد فيكم يقعد يفكر في الحاجات دي؟ انت معلم بتصحى تفتح باب التلاجه انت عارف الكوبايه فين تعمل كده تمسك الكوبايه والازازه تطلعها تفتح الازازه بالشكل ده. كل دي احداث بتحصل في دماغي. يعني في تفكير وفي انت بتعمل فعل. اوكي الحاجات دي كلها حاجات ما بتفكرش فيها. نفس الفكره في التصوير. لما تيجي تظبط الاضاءه لو انت بتخلي ظبطه الكاميرات والاضاءات والمعدات في الوعي فانت مفيش بقى فاضي. ما هو الوعي ده على فكره واعي غلبان قوي. وعايز اقول لكم يعني بدون تحيز يعني الوعي عند الستات احسن بكتير جدا من عند الرجاله. يعني الوعي عند الستات فيه مساحه شويه. يعني ايه؟ ممكن يعمل حاجتين ثلاثه اربعه خمسه سته في نفس الوقت. الرجاله احنا هنمسك الكاميرا بتسال في الفلاش ليه؟ اخلص الكاميرا ونشوف الفلاش. هو الستات مالتي تاسكينج بس يعني ما بيقدروش يصحوا من 7 ل 15 بالليل يعني بيصوروا. فانا راجل يعني ما
ويفضل الراجل ده، انا لاقي واحد صاحبي، احنا لايف صح، انا لاقي واحد صديقي زمان مش هقول اسمه، اوكي، احنا متخرجين من ثانويه وخطه لا يقرا، لا يقرا، احنا خارجين يعني، هو انا خدت كان حلو انت يعني لا والله خدتي حلو، بس هي سبوره وحشه بس يعني اهو بصي شيء ما بصي اهي يعني خدتي شكله احسن شويه. لا لا يقرا ليه؟ لان هو في الاول والاخر دخل الموضوع غلط. فعشان كده انا النهارده لما اجي اتعلم من اكس ومن واي ومن زد بسمع المعلومه وبشوف الموضوع ده في الواعي ادركه وبعدين اروح موديه للاواعي والدنيا تبقى عندي تمام. ايه بقى المعدات اللي معايا صباح الفل؟ يعني انا دايما بحس ان الناس بتلقي باللوم دايما على المعدات، الصور وحشه ليه بقى؟ اصل مش معايا الفول فريم يا معلم، الصوره اوت اوف فوكس، يعني الصوره انت لو صورها بالموبايل هي اوت اوف فوكس، ايه علاقه الفول فريم؟ اصل انا والله ما مش الفلاش اللي معايا مش اتش اس اس. ايوه معلم حضرتك، هو حضرتك مش ضارب فلاش اصلا، او الفلاش ضارب في الباك جراوند ضارب غلط، يعني هو حتى لو اتش اس اس كان باظت الصوره. فدايما الناس ما بيلاقوش في الورد عيب، فراح قايل لك ايه المعدات، يعني اللي هو بيحس ان هو دايما هو تمام بس الظروف اللي صعبه قوي. الكلام ده ما ينفعش في الويدنج، يعني الويدنج من نوع انواع التصوير اللي ما فيهاش مبررات، يعني ما ينفعش حضرتك مثلا تروح تبقى مصور صحفي وتقول اصل معلش كانوا بيضربوا نار. ايوه حبيبي حضرتك داخل ايه تلعب جولف؟ ما هو حضرتك داخل عارف ان في جوه المواضيع محتاجه منك ريسبونس سريع، فبالتالي التصوير الصحفي ما ينفعش اقول الظروف اصل القاعه كانت ضلمه. ما هو معلم ما هو انت حاجز في قاعه واحده بس وهتصور فيها. فعمليه رمي اللوم على المعدات او على الاتموسفير اللي موجود، انا مالي انا كعروسه مالي؟ وهي دي بقى اللي بتفرق مصور عن مصور. يعني الاجزاء اللي انا بقولها لكم دي اللي هو انا مصور جبته النهارده في دار الاسلحه والذخيره جبته في كامبينسكي، هو بيطلع صور حلوه صح؟ في مصورين لا يقول لك اسلحه وذخيره لا والله اصلها ضيقه وضلمه وصغيره تغزل برجل حمار. انا متخيل بكده حيك لو جبت موبايلك وقدرت تطلع صور هتطلع صور حلوه. اوكي تعال نتكلم عن المعدات. اللايف تمام يا شباب ولا ايه؟ نتكلم انا عن السبورت